قالت مصادر إعلامية مطلعة في مدينة زويرات إن الحكومة الموريتانية بصدد طرح استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات داخل المدارس. وبحسب نفس المصدر فإن العمل بالاستراتيجية سيبدأ في 16 من الشهر الجاري برعاية كل من وزارة الداخلية واللامركزية والصحة والتعليم وبطلب من رابطة العمد الموريتانيين. وكان الرئيس الموريتاني ويل عبد العزيز طالب آباء التلاميذ خلال زيارته الأخيرة لولاية الحوض الشرقي بمساندة جهود الحكومة من أجل القضاء على ظاهرة تفشي المخدرات بين التلاميذ.